السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجيد في الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. إذن في هذه الحصة لدينا الحصة الأولى في درس الأعداد العشرية في الصفحة 22 من كتاب الجيد. إذن ننتقل إلى الصفحة 22. إذن هذه الحصة هي حصة الاكتشاف، ونبدأ بالتمرين الأول. يمثل الرسم ملعبا لكرة القدم. إذن هنا إذن السؤال، ألاحظ يعني خصنا نشوف الرسم جيدا، ثم أحسب بالمتر المسافة بين نقطتي ضربة الجزاء أو يعني غادي نحسبوا هذه المسافة هذه اللي كتفصل ضربتي الجزاء. إذن الطول نتاع هاد القطعة هادي، إذن هاد القطعة هي إذن هذه القطعة هي التي نريد حساب طولها. إذن هنا خصنا نفهمو هاد الشكل. إذن هنايا عندنا في هاد المسافة هادي نصف الملعب عندنا 55.50 متر، هذا يعني أن نصف الملعب الآخر كذلك 55.5 متر. إذن شنو غادي نديرو؟ غادي باش نحسبو حنا هاد المسافة من أ لبي، غادي ناخدو المسافة ديال الملعب كطول كله، وغادي نطرحو منها 5.5 من هنا لهنا، و 5.5 من هنا لهنا. إذن يعني غادي نجاوبو على التمرين. إذن أولا عندنا إذن الطول ديال الملعب شحال؟ الطول ديال الملعب هو 55.5 في جوج، هادي الطول ديال الملعب ككل ناقص. إذن باش نلقاو المسافة أبي، غادي ناخدو هاد المسافة اللي هي 5.5، غادي نزيدو عليها 5.5. إذن ها حنا لقينا من هنا لهنا، وغادي نزيدو نضربوها في جوج. إذن بتعبير آخر يعني المسافة من أ لبي كتساوي المسافة الطول ديال الملعب ناقص جوج، حيت هادو بحال بحال يعني من ضربة الجزاء للمرمى، من ضربة الجزاء للمرمى حيت عندنا جوج مرات. إذن إلا حسبنا هاد الشي غادي نلقاو إذن عندنا 55.5 في جوج كتعطينا 110 إذن 111، وعندنا 5.5 زائد 5.5 كتعطينا 11 في جوج 22. إذن بحال اللي كنقصو 111 كنقصو منها 22، إلا نقصنا من 111 غتبقى نزيدو نقصو 11، إذن غتكون 89 متر. إذن هي المسافة التي تفصل النقطة أ عن النقطة ب. إذن غادي ندوزو للتمرين الثاني. يمثل الرسم قطعة أرضية مستطيلة الشكل، أحسب بطريقتين مختلفتين قطعة مساحة القطعة الأرضية ABCD بالمتر المربع. إذن هنا غادي نطبقو جوج طرق. إذن عندنا طريقة واحد ثم الطريقة جوج. إذن هنا غادي نطبقو ما يسمى بالتبادلية، عفوا التوزيعية. إذن كيف الطريقة الأولى شنو هي؟ هو غادي نحسبو المساحة نتاع المستطيل بحيث أن الطول نتاعو، إذن S ماذا تساوي؟ L كبيرة في L صغيرة. L كبيرة غادي تكون هي 6.8 زائد 12.7. إذن هذا الطول نتاع المستطيل، ثم غادي نضربوها في العرض اللي هو 13.4. إذن العرض 13.4، هذه الطريقة الأولى. من بعد نديرو عملية حسابية، غادي نمشيو للطريقة الثانية. الطريقة الثانية غادي ناخدو كل مستطيل على حدة. المستطيل الأصفر شنو غادي تكون المساحة نتاعو؟ هي الطول، هذا الطول وهذا عرض. إذن هي 13.4 غادي نضربوها في 6.8 زائد
هذا المستطيل الأصفر، ثم غادي نزيدو عليه 13.4 اللي هو العرض نتاع هذا المستطيل في 12.7، يعني هذا المستطيل الأصفر مساحته وهذا المستطيل الأخضر مساحته، حيث هو مستطيل ماشي مربع، واخا كيبان مربع راه مستطيل. علاش؟ لأن الطول يخالف العرض، ما عندناش نفس الطول. إذا هنا كيبقى أننا نديرو تطبيقات عددية ونشوفو واش غادي نحصلو عندنا نفس المساحة بالمتر المربع. دونك هنا غادي نحتاجو كالكيلاتريس. إذا غادي نديرو التطبيق العددي. إذا عندنا 6.8 زائد 12.7 غادي نضربوها في 13.4، إذا كتعطينا 200. إذا المساحة الأولى عطاتنا 261.3. غادي نشوفو نحسبو المساحة الأخرى. إذا عندنا 13.4 مضروبة 6.8 زائد 13.4 مضروبة في 12.7، إذا كذلك عطاتنا نفس النتيجة اللي هي 261.3. إذا حصلنا على نفس النتيجة بطريقتين مختلفتين. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين الأول والثاني. إذا ننتقل إلى التمرين ثلاثة. تمرين ثلاثة أنجز ما يلي. إذا عندنا عمليات جمع، إذا غنديرو عمليات الجمع. عندنا 1+4 كتساوي 5، نحتفظ دونك ما كاينش احتفاظ. دونك هنا عندنا عمليات الجمع، إذا 0+3 0، ونزيلو الفاصلة. 1+5 6، 0+6 6، 1+1 لا شيء 1، إذا 166.05. ثم العملية الأخرى عندنا هنايا هذا عدد صحيح، هذا عدد عشري، هنا كيمكن نزيدو أصفر، كيمكن نحسبو داك الشيء أصفر. إذا عندنا 2.5.5.15، احتفظوا بواحد 4، إذا 455.52. هنايا كذلك غادي نعتبرو هادو أصفار. إذا 6+0 6، 3+0 3، 5+0 8 8، 5+9 14، نحتفظو بواحد. إذا 2+4 6، إذا 648.36. إذا عندنا العملية ديال الطرح، عندنا 7-8 لا يمكن، إذا كنقولو 17-8 كتعطينا 9، نزلو 1، 0-10 لا يمكن، 10-10 0، نزلو 1، 0-5 10-5 5، نزلو 1، 3-1 2، 6-2 4، إذا 425.09. ثم العملية الأخرى غادي نعتبرو هنايا فاصلة وهنا أصفار، لأن الأصفار بعد الفاصلة لا قيمة لها. إذا 0-3 لا يمكن، إذا 10-3 7، نزلو 1، 0-1 لا يمكن، 10-1 9، نزلو 1، 0-8 لا يمكن، 10-8 2، نزلو 1، 6-1 5، ثم 1+1 1، إذا النتيجة هي 15.297. هنايا كذلك غادي نوضعو واحد الصفر، 0-5 لا يمكن، إذن 10-5 5، نزلو 1، 5-8 لا يمكن، 15-8 7، نزلو 1، 0-10 لا يمكن، 10-10 0، نزلو 1، 4-8 لا يمكن، 14-8 6، نزلو تا الفاصلة معها، ثم نزلو 1، 0-7 لا يمكن، 10-7 3، نزلو 1، 6-1 5، إذا 536.075. إذا التمرين الرابع هو عمليات الضرب. إذا عملية الضرب كتبغي شوية المساحة، إذا نحاولو نقلوها في ورقة مستقلة. إذا 34.5 مضروبة في 5.4، ثم عندنا 9.342
مضروبة في 82. ثم عندنا 28.34 مضروبة في 0.67. ثم عندنا 4.908 مضروبة في 302. إذن نجزو السطر الأول ثم بعد ذلك ننتقل إلى السطر الثاني. 4 × 25 احتفظوا بجوج، 4 × 4 = 16 والجوج 18 احتفظوا بواحد، 4 × 3 = 12 والواحد 13 نوضع النقطة، 5 × 5 = 25 نحتفظوا بجوج، 5 × 4 = 22 نحتفظوا بجوج، 5 × 3 = 15 = 17. ثم نجمع، إذا عندنا 0 = 13 احتفظوا بواحد 6 الواحد و 7 8 1. شحال عندنا ديال الأرقام بعد الفاصلة؟ عندنا جوج، إذا مادام جوج أرقام بعد الفاصلة حتى هنا غادي ناخذوا جوج أرقام بعد الفاصلة، إذا النتيجة هي 168.30 أو لا فاصلة 3. إذا هذه العملية الأولى. العملية الثانية جوج في جوج 4، جوج في 4 8، جوج 3 6، جوج 8، جوج 9 18. نقطة، 8 في جوج 16 نحتفظوا بواحد، 8 في 4 32، 33 نحتفظوا بثلاثة، 8 في 3 24 و3 27 نحتفظوا بجوج، ثم 8 في 9 72 74. إذا 4 8 و 6 14 نحتفظوا بواحد، 6 9 8 و 7 15 نحتفظوا بواحد، 6 3. إذا شحال عندنا ديال الأرقام بعد الفاصلة؟ عندنا 3، إذا غناخدو 3 ديال الأرقام بعد الفاصل. إذا النتيجة هي 365.944. إذا هنا أعتذر، هنايا عندي 7، إذا غادي نعاود العملية ديال الجمع. عملية الجمع عندي فيها خطأ، إذن عندنا 4 + 3 = 4، 6 + 8 = 14 نحتفظو بواحد، عندنا 6 و3 و1 = 10 نحتفظو بواحد، 8 و7 = 15 = 16 نحتفظو بواحد، ثم 6 ثم 7. عندنا 3 ديال الأرقام بعد الفاصلة، إذن غنخليو 3 ديال الأرقام بعد الفاصلة، وبالتالي النتيجة هي 766.044. العملية الأخرى 7 × 4 = 28، احتفظوا بجوج، 8 × 3 = 21 والجوج 23، 7 × 8 = 56 والجوج 58 احتفظوا بخمسة، 7 × 2 = 14 والخمسة 19. نوضعوا النقطة، 6 × 4 = 24 احتفظوا بجوج، 6 × 3 = 18 والجوج 20 احتفظوا بجوج، 6 × 8 = 48 والجوج 50 احتفظوا بخمسة، 6 × 2 = 12 والخمسة 17. ثم نجمع، هاد الصفر ما كندخلوش في العملية. إذا عندنا 8 7 8 9 8 1. إذا شحال عندنا هاد الأرقام بعد الفاصلة؟ عندنا 4 هاد الأرقام بعد الفاصلة، إذا غادي ناخدو 4 هاد الأرقام، النتيجة هي 18.9878. هنايا عندنا هاد الصفر كذلك ما غاديش ندخلوه في الفاصل في الحساب. إذا لاحظوا، 2 × 8 = 16 نحتفظوا بواحد، 2 × 0 = 0 والواحد 1، 2 × 9 = 18 نحتفظوا بواحد، 2 × 4 = 8 والواحد 9. هاد الصفر هذا ما غندخلوش، ولكن غنديرو جوج نقط، لأن حنا غنضربو هنا المئات، إذا خصنا نخليو جوج ديال هذا ما يدخلش، ولكن جوج ديال المئات. إذا 3 × 8 = 24 نحتفظو بجوج، 3 × 0 = 0 والجوج 2، 3 × 9 = 27 نحتفظو بجوج، 3 × 4 = 12 والجوج 14. ثم نجمع، إذا 6 1 12 1 12 نحتفظو بواحد، 8 4 1. إذا شحال الأرقام عندنا بعد الفاصلة؟ عندنا 3، إذا غادي نخليو 3 ديال الأرقام. إذا 1482.216. إذا ناخذ العمليات الأخرى. إذا عندنا 0
فاصله 0.75 مضروبه في 1.02، ثم 23.507 مضروبه في 780، ثم 1.723 مضروبه في 10.5. إذا غنجزو العملية الأولى عندنا جوج في 15 نحتفظو بواحد، جوج في 7 14 15 نحتفظو بواحد، إذا هنا مغديش نحتفظو بواحد غنديرو 15. علاش؟ لأن صافي سالينا هاد الأصفار مكندخلوهمش في الحسابات، هاد الصفر مغديش ندخلوه في الحساب، غنديرو النقطة الأولى والنقطة الثانية لأن غنضربو على الرقم الثالث. إذا واحد في 5 5، واحد في 7 7، ثم نجمعو، إذا 0 5 6 7. إذا شحال عندي ديال الأرقام بعد الفاصلة؟ عندي 5. إذا مادام عندي 5، إذا عندي 0، غادي نزيد 0 ثم 0، إذا النتيجة هي 0.756. هذه هي النتيجة. هاد 0 مغاديش نحسبو، مغندخلوش في الحساب، نخليه حتى التالي نزيدو. غادي نضرب فقط 8 و7، 8 و7 56، غنحتفظ بخمسة. 8 في 0 0 و5 5، 8 في 5 40 نكتبو 4، 0 نحتفظو بربعة، 8 في 3 24 و4، 28 نحتفظو بجوج، 8 في 2 16 و2 18. إذا النقطة 7 في 8، 7 في 7 49 نحتفظو بربعة، 7 في 0 0 و4 4، 7 في 5 35 نحتفظو بثلاثة، 7 في 3 21 24، 7 في 2 14 وجوج 16. ثم نجمع، عندنا 6 14 نحتفظو بواحد، 5 ثم 13 نحتفظو بواحد، 13 نحتفظو بواحد، 8 1. شحال عندنا ديال الأرقام بعد الفاصلة؟ عندنا 3، ولكن ما نساوش الصفر اللي كنا خلينا أننا نزيدو، وثم غادي نجي ناخد 3 بعد الفاصلة. إذن النتيجة شحال غادي تعطينا؟ إذن 18335.46. التمرين الأخير، عندي 5 في 3 15 نحتفظو بواحد، 5 في 2 10 والواحد 11 نحتفظو بواحد، 5 في 7 35 والواحد 36 نحتفظو بثلاثة، 5 في 1 5 و3 8. نضعو نقطتين، علاش؟ لأن الصفر جاي، الصفر نقزناه ومشينا للواحد، 1 في 3 3، 1 في 2 2، 1 في 7 7، 1 في 1 1. ثم نجمع، 5 1 9 10 احتفظ بواحد، 8 1. إذا شحال عندنا ديال الأرقام بعد الفاصلة؟ 4. إذا غادي نخلي 4 ديال الأرقام، إذا تعطينا 18.0915. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه العمليات. ننتقل إلى التمرين الخامس، احسب ثم اقارن. اذا هنا غادي نحسبوا هادو بجوج ونقارنوا واش متساويين او لا وحده اكبر من الاخرى او شيء من هذا القبيل. دونك غادي نمشيو ل دونك عندنا التمرين 5، عندنا العمليه الاولى. اذا العمليه الاولى يعني هنايا كتسمى التبادلي، يعني ان الجمع غادي نثبتوا منها بان الجمع تبادلي، يعني إذا غيرنا الحدود نتاع عددين لا يتغير المجموع. إذن هنا إلى جمعنا 0.580 مع 57.25، أو لا جمعنا دونك 57.25 زائد 0.580 غنلقاو نفس النتيجة. غيرنا الحدود، إذا كان عندنا الحد الأول هو الحد هذا هو الأول، من بعد ولا هو الثاني. إذا غنجمعو ونتأكدو، إذا عندنا 0.13 نحتفظو بواحد، 8 7 5. إذا هنايا حصلنا على هذه النتيجة، شوفوا واش غنحصلو على نفس النتيجة إذا غيرنا الحدود. إذا 0.13 نحتفظو بواحد، 8 7 5. إذا لاحظوا، إذا لقينا نفس النتيجة، هذا يعني أن الجمع تبادلي. إذا شنو هي المقارنة؟ أنهم متساوي. ثم بالنسبة للعملية الأخرى، هذه كتسمى التجميعية،
ماذا نقصد بالجمعية؟ إذا الجمعية هو إلا جمعنا في الأول هادو بجوج عاد زدنا هذا، أو لا جمعنا هادو بجوج عاد زدنا الأول، غنلقاو نفس النتيجة. إذا غادي نطبقو هادشي ونشوفو نتأكدو. إذا عندنا 12.015 زائد 3.08 زائد 17.25، غادي نسبقو في هادي بين من هادي، نسبقو من هادي هنا، غادي نسبقو من هادي 12.015 زائد 3.08 ثم زائد 17.25. إذا في العملية الأولى غنسبقو من هادي، وفي العملية الثانية غنسبقو من هادي، ثم نشوفو واش غنحصلو على نفس النتيجة. إذا نديرو العملية العمودية. إذا 3.08 زائد 17.25 تعطينا 13، نحتفظو بواحد 3، 10 نحتفظو بواحد 2. إذا عطاتنا 12.015 زائد 20.33. إذا دابا هادي غادي نزيدو عليها 12.015. إذا هنا صفر، إذا تعطينا 5 4 3 2 3. إذا النتيجة النهائية هي 32.345. دونك نشوفو العملية الأخرى واش تعطينا. إذا عندنا 12.015 غادي نزيدو عليها 3.08. إذا عندنا 5 9 0 5 1. إذا عطاتنا 15.095 زائد 17.25. إذا دابا غادي نزيدو 17.25 ونشوفو شنو النتيجة. إذا عندنا 5 14، نحتفظو بواحد 3، 5 زائد 7 12، نحتفظو بواحد. إذا 32.345، 32.345. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أننا حصلنا على نفس النتيجة. إذا هنا شنو كنقولو؟ كنقولو على أن الجمع تجميعي، يعني تجميعي. سبقتي جوج اللوالة هما اللوالة بحال هنا، عاد حسبتي معاهم الثالث مزيان، سبقتي جوج التوالة عاد جمعتي معاهم الأول مزيان، إذا نفس النتيجة كنحصلو عليها. هنايا شنو غادي نثبتو في هاد العملية؟ غادي نثبتو بأنه عندنا جوج حدود بغينا نديرو بيناتهم الفرق، هما هاد هما هادو. خصنا نلاحظو شنو كنحسبو هنايا في التمرين، خصنا نشوفو شنو كنحسبو باش نفهمو التمرين. إذن إلا زدنا على الحدين واحد الرقم ولا واحد العدد كنلقاو نفس النتيجة. إذن هادشي اللي غادي نثبتوه في هذه العملية. إذن غناخدو ورقة مستقلة وغادي نحسبو عاوتاني بشكل متماثل. دونك عندنا 23.16 غادي نزيدو عليها 0.5، وعاد غادي نطرحو منها 11.29 زائد 0.5. بالمقابل غادي نحسبو مباشرة 23.16 ناقص 11.29. إذا غنمشيو ناخد ورقة مستقلة نحسبو فيها. إذا غادي نبداو بهادي هادي وهادي. إذا عندنا 23.16 زائد 0.5، إذا غتعطينا 6 6 23.66. إذا 23.66 ناقص عندنا 11.29، غادي نزيدو عليها عاوتاني 0.5، إذا 9 7 11. إذا 9 7 11 إذا عطاتنا 11.79. غادي نديرو الفرق بين هاد العدد وهذا. إذا هذا ديجا حسبناه غنحطو هنا، نحصل على النتيجة النهائية 6 ناقص 9 لا يمكن. إذا 16 ناقص 9 7 نزلو واحد، 6 ناقص 8 لا يمكن، 16 ناقص 8 8 نزلو واحد، 3 ناقص 2 1، 2 ناقص 1 1. إذا النتيجة النهائية هي 11.87. نشوفو دابا واش غادي نحصلو على نفس النتيجة إلا درنا هاد العملية. إذا عندنا 23.16 ناقص 11.29، 6 ناقص 9 لا يمكن، 16 ناقص 9 7 نزلو واحد، 2 ناقص 3 لا يمكن، 11 ناقص 3 8 نزلو واحد، 3 ناقص 2 1، 2 ناقص 1 1. إذا 11.79.
87 نقارنو فوالا. اذا لقينا نفس النتيجه. اذا شنو كنقولوا هنا؟ كنقولوا اودي لا نقصنا عدد من حدي الفرق لا يتغير، لا تتغير النتيجه. نقصنا من هنا قد ما نقصنا من هنا لا تتغير النتيجه. عاوتاني الا زدنا كذلك، حنايا في هذه الحاله زدنا نورمال، زدنا هنا 0.5 وزدنا هنا 0.5 ولكن ما تغيرتش النتيجه. اذا غنشوفوا العمليه الاخيره هي ديال الى نقصنا. اذا عندي هنايا، عندنا هنايا 47.38 وعندنا هنا 47.38 وعندنا 25.16 25.16. اذا هنايا في هذه الحاله نقصنا 3.5 من حدين، هل ستتغير النتيجه؟ اذا غنديروا عاوتاني عمليه ونشوفوا. اذا غناخذوا كل وحده على حده، 47.38 ناقص 3.5 ناقص 25.16 ناقص 3.5. اذا هذه على حده، وهنايا غادي نديرو 47.38 ناقص 25.16. اذا غناخذ ورقه مستقله نحسبوا فيها عاوتاني. اذا عندنا نقصوا من هذه 7.5، اذا 47.38 نقصوا منها 3.5، دونك عندنا 8 ناقص 0 8، 3 ناقص 5 لا يمكن، 13 ناقص 5 8، نزلوا 1، 7 ناقص 4 3، اذا 4 ناقص لا شيء 4. اذا عطاتنا 43.88 ناقص العمليه الاخرى عندنا 25.16 ناقص 3.5، 6 ناقص لا شيء 6، 11 ناقص 5 6، نزلوا 1، 5 ناقص 4 1، جوج ثم الفاصلة، 21.66. إذا نديرو عملية الفرق بين العددين، غناخدو هذا الصغير وغنقصوه من هذا، إذا 21.66، 8 ناقص 6 جوج، 8 ناقص 6 جوج، 3 ناقص 1 جوج، 4 ناقص جوج جوج. إذا النتيجة هي 22.22. نشوفو واش هاد العملية غتعطينا 22.22. إذا 47.38 ناقص 25.16، 8 ناقص 6 جوج، 3 ناقص 1 جوج، 7 ناقص 5 جوج، 4 ناقص جوج جوج. إذا 22.22. إذا حصلنا على نفس النتيجة. إذا هذا يعني أن إلا كانوا عندي جوج ديال الحدود، جوج ديال الحدود ونقص من هذا الحد كما نقص من هذا الحد لا يتغير النتيجة، لا تتغير. إذا ننتقلوا للعمليات ديال الضرب. إذا هادشي اللي طبقناه عاوتاني في الجيم غادي نطبقوه في الضرب. إذا كذلك بالنسبة لهاد العمليات ديال الضرب ما غاديش ننجزهم، ولكن غنعطيكم الريزولتا. فإلا جزتي هاد العملية الضرب غادي تلقى دونك 303 و دونك 323.. دونك 323، إذا فاصلة 375، وهنا كذلك 323.375. يعني أنه شنو كنقولو هنا؟ الضرب تبادلي. هنايا سبقنا من الحد الأول، وهنا الحد الأول درناه من بعد. إذا إلا سبقنا، ماشي عفوا ماشي الحد، العامل. هنا في الجمع كنتكلمو على الحدود، هنايا في الضرب كنتكلمو على العوامل. إلا بدلنا العوامل لا يتغير النتيجة. إذا لاحظتو لقينا نفس النتيجة. هادي كذلك هي يعني حتى هاد العمليه هذه الا سبقنا مثلا، الا سبقنا هادو بجوج عاد ضربنا في الثالث هنايا لاحظتوا، اولا سبقنا هادو بجوج، يعني هنا سبقنا الاولى في الضرب عاد ضربنا في الثالث، هنا سبقنا التوالى في الضرب عاد ضربنا في الاول، لا تتغير النتيجه. اذا هنا غتحصلوا على هذه النتيجه، اذا 58.65. كذلك هنا غتحصلوا على 58.65، يعني انهما متساويان. يعني هنايا من مسبقتي هذه التجميعيه بالنسبه للجمع، هنا كذلك بحال التجميعيه. هنا عندنا توزيعيه، التوزيعيه هي اللي شفنا في التمرين جوج، يعني هذا درنا عمليه الجمع عاد الضرب، هنا وزعنا الضرب على الجمع. اذا هنا كذلك نلقاو نفس النتيجه اللي هي 26.25.
98 في كلتا الحالتين 26.98. إذا هنا كنتكلموا على التوزيعية. هنايا كذلك بحال الأولى، هذه بحال الأولى تبادلية، كان عندنا الواحد هو الأول، هنا غنلقاو 0.007 وهنا غنلقاو كذلك 0.007، يعني أنهم متساويين. إذا هنا كنقولوا الضرب تبادلي والجمع تبادلي. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة الاكتشافية للأعداد العشرية، الجمع والطرح والضرب، من كتاب الجيد في الرياضيات السنة السادسة ابتدائي.